حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. كشفت ميليشيا الحوثي عن اتفاق واشنطن لحل الأزمة اليمنية، مؤكدة استمرار التفاوض مع السعودية والأمم المتحدة برعاية عمانية وفقا لخارطة الطريق التي جرى التوصل إليها في المحادثات مع الرياض. اتهم المتحدث باسم الميليشيا محمد عبد السلام في تصريحات تلفزيونية السعودية وواشنطن بتأخير الاتفاق، متهما إياهما بالمماطلة في محاولة لكسب الوقت، وأشار إلى أن جماعته قدمت رؤيتها لإنقاذ الوضع منذ فترة طويلة للوصول إلى حل نهائي ومستدام، مبينا أن خفض التصعيد المنسحب على الهدنة ما زال قائما وموجودا في اليمن. في المقابل، طالب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والسعودية عيدروس الزبيدي المجتمع الدولي بدعمه لتحقيق مشروع الانفصال. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: الأول، أفق التسوية السعودية الحوثية ومستقبل الحرب والسلام في اليمن. الثاني، ما الذي يعنيه الانتقالي بقوله إنه اقترب من مشروع الانفصال؟ شاهدنا قبل النقاش، دعونا في البداية نشاهد هذا التقرير وبعد نعود. أكثر من أي وقت مضى تقترب المباحثات السعودية الحوثية من الوصول إلى تسوية سياسية تخرج بموجبها الرياض من دائرة المواجهات المباشرة ومن تبعات الحرب. يقول القيادي في الميليشيا مهدي المشاط إنه تم قطع شوط مهم نحو التسوية السياسية المرتقبة، مطالبا السعودية بالمضي قدما في إجراءات بناء الثقة، وخاصة فيما يتعلق بالجانبين الإنساني والاقتصادي، وأنه لابد من جدولة الخطوات التنفيذية والبدء الفعلي في معالجة ملف الأسرى ورفع القيود عن الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرتهم، لافتا إلى أن الميليشيا منفتحة على كل التوجهات التي ترمي لمعالجة آثار وتداعيات الحرب بما يخدم مصالح اليمن والسعودية. الناطق باسم الميليشيا الانقلابية وعند سؤاله من قبل قناة روسيا اليوم عن أن هناك اتفاقا قريبا أجاب بالموافقة، وأردف أن الذي يؤخر هذا الاتفاق هو المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، يماطلون في محاولة لكسب الوقت حد تعبيره. ومحاولة كسب الوقت التي ألمح لها ناطق الميليشيا لها علاقة بحجم الضغوطات التي تمارسها الميليشيا تحت مبررات كثيرة، لكن الهدف واحد: الحصول على كثير من المكاسب والتنازلات. الانتقال المتخوف من أن تأتي التسوية الحوثية السعودية على مكاسبه ومشروعه طالب المجتمع الدولي بدعم مشروعه في الانفصال، وقال رئيسه إن المجلس قطع شوطا كبيرا في مشروعه ولا يحتاج سوى إلى مزيد من الثبات والصبر للوصول إلى منتهى هذا الطريق. من الواضح أن اليمن ذاهب نحو مزيد من التعقيد والتشظي، وأن التسوية التي يجري التحضير لها لن تحل إشكالات البلد المثخن بالحرب بقدر ما ستفتح آفاقا جديدة للصراع. مشاهدينا، للحديث والنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي صلاح سقلدي وأيضا الباحث في مركز صنعاء سيد عبد الغني الإرياني. أبدأ أولا معك سيد عبد الغني الإرياني، نتحدث الآن عن القرب أو كما يقول الحوثيون القرب من التوقيع على تسوية مع السعودية بينهم وبين السعودية، هل تعرفون إلى أي مدى هذا هو القرب الذي تتحدث عنه جماعة الحوثي؟ أولا هم لن يوقعوا أي اتفاقية، هو سيتم التفاهم بين أنصار الله والسعودية ثم يفتح باب الحوار بين الأطراف اليمنية لتصل إلى اتفاقية السلام وشراكة في السلطة وشراكة في الثروة إلى آخره. المحاولة يعني محاولة الوصول إلى هذا الآن توقفت نتيجة لمواقف الأخواننا أنصار الله المشرفة في الحقيقة في موضوع غزة. الأمريكان طبعا لا شك أنهم طاغبين ويشعروا أن أي تنازلات تقدم للحوثي الآن ستعتبر مكافأة له على موقفه في النصرة للمقاومة في غزة.
يعني ما يقوله محمد عبد السلام فعلا صحيح بأن هناك مماطلات سعودية أمريكية لتوقيع هذا الاتفاق؟ نعم. وطبعا يعني العامل الآخر هو استهداف التجارة العالمية في الممر في البحر الأحمر وباب المندب، هذا يعني يجعل من الإمكانية الوصول إلى وصول الحوثيين إلى الاعتراف الدولي صعب جدا. فالأمور تعقدت كثيرا بسبب الحرب في غزة. طيب أريد أن أسمع رأي أيضا ضيفنا الآخر سيد صلاح. سيد صلاح، ما الذي يعنيه أن تذهب السعودية في تفاوضها وتفاهماتها مع الحوثيين وتجاهلها لباقي الأطراف اليمنية؟ طيب الله أوقاتكم وأوقات السادة المشاهدين وضيوفك الكرام. بالتأكيد أن الحوثيين منذ بداية هذه الحرب هم كانوا يتحدثون عن أن أي حوار لابد أن يكون بينهم وبين السعودية مباشرة، وكانت المملكة العربية السعودية حينها تتمنى القبول بهذه الحقيقة، ولكنها نحن نعرف تماما المطيرة الأخيرة حاجة المملكة العربية السعودية للأمن والاستقرار لإنفاذ ما تخطط له على المدى الاقتصادي والاجتماعي والانفتاح والدورات الرياضية ومعرض إكسبو الأخير، كل هذا يحتاج المملكة العربية السعودية إلى هذا الأمن وحاجة ماسة للاستقرار. الحوثيين يدعون تماما بكيف يستغل السعودية مثل هذه الظروف التي تمر اليوم، وأنا لا أستبعد أن المملكة العربية السعودية قد توافقت مع الحوثيين في كثير من الملفات المثيرة للجدل، خصوصا فيما يتعلق بالجانب مصير القرن الجنوبي سياسيا، وبالإضافة إلى ملفات الثروات وغيرها من الملفات التي كانت عالقة بين الطرفين. ولكن حتى لو افترضنا جدلا بأن المملكة العربية السعودية أرغمت الأطراف جميعا بما فيها المجلس الانتقالي، ستصدم بالأخير، هي ستكون أمام المحك الحقيقي هو تنفيذ ما يتم التوافق عنه وما يتم الاتفاق عنه. فقد رأينا كثير من التوافقات والاتفاقيات التي جرت خلال هذه السنوات الثمان، ولكن كانت تصطدم بالأخير بعدم تنفيذ أو عدم وجود رغبة لدى الطرفين، وكل طرف يحاول أن ينتزع ما لهم من مصلحة في هذا الاتفاق. فالحوثيون هم الآن في وضع داخليا أكثر من غيرهم، الوضع الإقليمي حتى خدمهم بطريقة كبيرة جدا، فالولايات المتحدة والسعودية لا يريدون فتح جبهة مع الحوثيين ضد في إطار الأزمة حرب غزة، وبالتالي كثير من العوامل وكثير من الظروف التي تخدمهم يحاولون الآن استغلالها بشكل كبير جدا. لا، لكن في المقابل سيد صلاح، لا توجد هناك في المقابل للأسف على أن الطرف الثاني يظل صامتا ومكتوف الأيدي، هذا نعم. هو ما يحدث الناس، ولكن أعتقد بأن المملكة العربية السعودية بالتالي هي ستكون أمام مسؤولية كبيرة، لأنها مثل هكذا اتفاقيات هي ترحل الأزمات وتفخخ المستقبل. طيب هل يعني هذا الكلام سيد صلاح أنه لا توجد هناك مواقف معارضة لهذه التسوية بين السعودية والحوثيين من قبل الأطراف اليمنية؟ لا، هناك بالتأكيد أطراف معارضة وتجاربة، خصوصا الطرف الجنوبي، وحتى المجلس الانتقالي شاهدنا كثير من التصريحات التي تقول بصراحة أو بشكل غير مباشر بأنها ليست معنية بأي توافقات مع الحوثيين بمعزل عن القضية الجنوبية، خصوصا وأن المجلس الانتقالي كان يعول على ما أعطي من وعود أن يتم وضع إطار سياسي للقضية الجنوبية والذهاب إلى فوق الطاولة التسوية الشاملة التي يفترض أن تكون. أما وقد فردت المملكة العربية السعودية بحوارة طويلة خلال السنة الأخيرة مع الحوثيين بمعزل عن الأطراف الأخرى وبمعزل عن الطرف الجنوبي بالتحديد، فهذا يصير حفيظة ليس فقط الانتقالي بل حفيظة كل القوى الجنوبية، وهذه القوى والجنوب بشكل عام هي بأنه قد استخدم كجسر عبور وكممر للضفة المصالح السعودية التي نراها اليوم بشكل واضح وبشكل سافر، ولكن تحديدات الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية أكثر من أن تحل
في توافقات مع الحوثيين أو حتى في توافقات مع القوة بشكل عام. فنحن أمام أزمة عميقة جدا بكل الصعد وفي كل المجالات الاقتصادية السياسية العسكرية الأمنية. ولكن يبدو أن المملكة العربية السعودية في هذا الوضع الذي الآن هو يروق لها ويناسبها. فالهجمات الحوثية متوقفة تماما، التهديدات الحوثية مأخوذة بشكل ضامن أنها لا تأثر على استقرارها وأنها هكذا وضع ستستطيع أن تنفذ ما تخطط له من نعم. من طيب أريد أن أسأل من مشاريع على نعم. الأمر الآخر أن حتى الحوثيين هم يروق لهم هذا الوضع، فهم لم يتعرضوا لأي خصم من قرابة سنة أو أكثر. طيب سنعود إلى هذه النقطة، لكن أريد في البداية أن أسمع إلى رأي السيد عبد الغني الإرياني عن ملامح خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها والتي من المتوقع توقيع عليها قريبا. طبعا التفكير الخيالي حقيقة الكلام اللي بيطرحه السعوديين في فاوضاتهم المباشرة مع الحوثيين معزل عن الأطراف اليمنية الأخرى، هم عمليا تبنوا موقف أنصار الله أنهم هم الممثلين الوحيدين للدولة اليمنية، وبالتالي أضعفوا الأطراف الأخرى وأظهروهم كما لو كانوا مجرد أجراء لدى المملكة العربية السعودية. ففي هذه الحالة عندما يذهب اليمنيون الآخرين للتفاوض مع الحوثي لن يعطيهم شيئا، سيعرض عليهم شركة رمزية وكما قال لي أحد قيادتهم عفو عام. هذا يمكن الجنوبيين وضعهم أفضل من باقي الأطراف، إنه يقول لك أنا الشماليين قاعدين يتجبروا بالتسليم للحوثي، فأنا ما أحتاج لهذا، أنا أعلن دولتي. وللأسف إنه يعني تفكيك الدولة اليمنية سهل جدا، لكن بناء الدولة الجنوبية ليس سهلا، سيكون تحدي هائل، لأن عوامل التفكيك اللي موجودة في الدولة اليمنية عامة الآن هي موجودة أيضا في الجنوب. و في تجارب يعني مثل لذلك تفكيك السودان مثلا، الجنوب السودان الى الان 20 سنه نعم. هذه قضيه منفصله سيد عبد الغني، لكن نتساءل عن خارطه الطريق الذي سيجري التوقيع عليها والبدء بها. هل سيكون هناك وقف تام للحرب؟ هل ستنفذ مطالب الحوثيين المتمثله بحصولهم على حصه من واردات النفط، ايضا دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وما إلى ذلك، تلك المطالب التي كان يضعها الحوثيون؟ هذا المطروح، لكن هو ما أعتقدش أنه قابل للتنفيذ. لا يمكن تنفيذ خارطة الطريق التي طرحت في التدريبات اللي وصلت إلينا جميعا. أولا المجلس الانتقالي بيقول ما ليس بنفط الجنوب تتراضى الحوثيون، فعندها حق في هذا. ثانيا انه الموارد الحكومه المعترف بها دوليا لا تتجاوز في افضل السنوات عندما كانوا يصدروا نفط 1.5 مليار دولار، بينما موارد الحوثيين في صنعاء لا تقل عن 5 مليار دولار. فكيف انه المليار والنصف تدفع راتب وال 5 مليار تدفع في يد الحوثي؟ هذا ما هوش كلام معقول. والذي يتهم الانتقالي انه انفصالي، طبعا هو انفصالي، لكن اي واحد لا يقبل الشراكه مع الاخرين، اي طرف لا يقبل الشراكه مع الاخرين هو ايضا انفصالي. الحوثيين بهذا السلوك يمارسوا الانفصال مش بس بين الشمال والجنوب، لكن بينهم بين تعز بينهم بين اليمن الاسفل. طيب ما هو معقول قد يكون مختلفا عن ما هو واقع، لكن هل وصلتكم معلومات عن ما الذي اتفق من خلال السعوديون والحوثيون وربما سيتم التوقيع عليه حاليا؟ هذه التفاصيل التي كنا قد ذكرناها قبل قليل. التفاصيل ذلك هي طبعا تواريخ إلى آخره. الأساس فيها هو دفع الرواتب من قبل السعودية لمدة 16 إلى سنة حتى يتم يعني تجهيز المنشآت النفطية لإنتاج النفط، ثم يتم دفع الراتب عبر من موردة النفط. أما بالنسبة لشكل الدولة أو كل ما يجب
التوافق عليه قبل وقت اطلاق النار، فهو متروك للاطراف اليمنيه لكي تناقشه بعد في خلال 6 أشهر الاولى وتوصل الى اتفاق على 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 كل شيء. لا طيب. الوقت يسمح ولا غياب التوازن بين الطرفين لن يؤدي الى اتفاق. طيب سيد صلاح، هل تعتقد فعليا بما يقال بان هذه التسويه بين السعوديه والحوثيين تمثل تمهيدا لمرحله من السلام يصنع في اليمن؟ هي قد تكون الخطوه الاولى نحو طريق طويل جدا، فنحن تحدثنا عن ان نحن اذا ازمه كبيرة، أزمة معقدة، أزمة متداخلة كثيرا، ولكن في تقديري أن رغم أي تمنعات عن هذا الاتفاق الذي من المفترض أن يتم بين الحوثيين والسعودية، لكنه في حقيقة الأمر سيكون هي لبنة أولى نحو تسوية سياسية قادمة. لكن فيما يتعلق بالأطراف الرئيسية في هذه القضية وبالتحديد في القضية الجنوبية، أعتقد بأن الجنوب ليس معنيا في أي توافقات تتم بدون مشاركته الفعلية، بدون أن يكون هو قد بالفعل قد ناقش هذه الملفات وتوافق عليها. فمن يبرم هذا؟ طب ما هي الخيارات التي يمتلكها؟ ما هي الخيارات التي يمتلكها المجلس الانتقالي إن مضت السعودية والحوثيين في اتفاقهم هذا؟ لدى القوى الجنوبية ولدى الانتقالي كثير من الأوراق التي يبوسها، أو أن يفرض القضية حتى وإن كان هناك ضغوطات هائلة بحجم المملكة العربية السعودية، لكن السعودية هي تعرف تماما بأنها لا تستطيع أن تنفذ أي توافقات تجاه القوى الموجودة على الأرض. فعلى أقلها المجلس الانتقالي يبوس أو أن يعطل هذا الاتفاق، وهذا أقل رد ممكن أن يقوض، وهو الرد الاكثر فاعليه واكثر حسما للامور اذا استمرت المملكه العربيه السعوديه والاطراف الاخرى في تجاه الطرف الجنوبي. فنحن اليوم امام جنوب غير الجنوب اللي كان في عام 94 وفي عام 90 وفي حتى بدايه 2015. طيب اريد ان اختصر الوقت لانه لدي دقيقه اريد ان امنحها السيد عبد الغني، واخر دقيقه اريد ان امنحها لك سيد صلاح، لكن في سؤالي للسيد عبد الغني، ما تقييمك لموقف المجلس الرئاسي الذي أبدى موافقته على مشروع خارطة الطريق لإنهاء الحرب ثقة بالمملكة وليس قناعة بمصداقية الحوثيين كما جاء على لسان مصدر رسمي صرح به للعربية الجديد؟ هذا كلام ضعيف الذي لا يتجرأ أن يقول الحقيقة في هذا الأمر. هم لم يشركوا في المفاوضات ولا عرفوا بالنتائج إلا مثل ما عرفنا بها احنا التدريبات هذه. كونهم يقولون انهم موافقين على ايش؟ ما في داعي ايش اللي وافقوا عليه؟ في لا شك ان في بند سري، يعني صفقه سريه بين الحوثيين والسعوديه وهم لا يعرفوها. فكلامهم كلام ضعيف. نعم، طيب اخر دقيقه سيد صلاح، ما الذي كان يعنيه سيد عيروس الزبيدي في تصريحاته الاخيره التي قال بها بان المجلس الانتقالي بات قريبا من مشروع الانفصال؟ هل يعمل الانتقالي بعيدا عن أجندة السعودية التي يتحدث عنها الكثير حاليا وفق خارطة الطريق التي من المزمع التوقيع عليها قريبا؟ الانفصال هو موجود اساسا، سواء قال عيدروس ذلك او من يقوله، فنحن نتحدث عن امر واقع موجود بانفصال على الارض الواقع. فاذا نظرنا هل لا تزال وحده عام 90 او 94 موجوده؟ بالتاكيد هي ليست موجوده، وبالضروره يكون الامر الاخر هو الموجود هو الواقع الذي نعيشه اليوم. اخشى ان نحن سنتحدث بعد سنه او سنتين عن انفصالات وليس عن انفصال كما يتحدث البعض او يتخوف منه الان. فما تم رفضه عام 90 اليوم الاطراف تتمنى ان تتوافق عليه ما رفضته في وثيقه العالم الاتفاق في عام 92. كل الاطراف التي اجهزت على تلك الوثيقه اليوم تشعر بالاسف والندم وتعب انامها بسبب ذلك. اخشى اليوم ان الذي يرفض استعاده دوله الجنوب ان ياتي يوما يتمنى هذا المطلب، و لان البديل سيكون هو التشظي وهو التشظم للجميع، ليس فقط للشمال ولا للجنوب فقط بل للجميع. نعم. وضحت. نحن امام قوات سياسيه فقدت الوزن، امام قوات سياسيه تاهت بشكل واضح وبشكل جلي.
إذن شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي صلاح السقلدي وأيضا الباحث في مركز صنعاء للدراسات السيد عبد الغني الإرياني، شكرا لكم أيضا ضيفي العزيزين. مشاهدين الكرام شكرا لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة، في أمان الله.